أحييكم. وفي العناوين: زلزال في لاهاي تسببه وقائع الادعاء، وانفجار في الهرمل وجبهة النصرة تعلن مسؤوليتها، ظريف يلتقي بوتين قبل أسبوع من جنيف 2. نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. لم يحجب صوت الانفجار في الهرمل دوي الزلزال في لاهاي. انفجار الهرمل أوقع 3 شهداء وقرابة 50 جريحا. أما زلزال لاهاي فيبدو أن ارتداداته بدأت اليوم وستستمر غدا وما بعده. اليوم الأول من لاهاي توسع كثيرا في القرار الاتهامي وفصله مقدما القرائن التي كانت في معظمها هاتفية، لكن ما هو جديد ربط الادعاء بين استقالة الرئيس الحريري وبدء الإعداد لمحاولة اغتياله، فكشف أن مراقبته بدأت في 2 تشرين من العام 2004. الجديد الآخر أن أحمد أبو عدس غير موجود في الميتسوبيتشي التي انفجرت، بدليل أن فحوص الحمض النووي للانتحاري لم تتطابق مع فحوص الحمض النووي لوالدة أبو عدس وشقيقته. الجديد الثالث أن العبوة فجرت يدويا وليس عن بعد، تفاديا للتشويش الذي كان يعمل في الموكب. ويمكن القول أن الهواتف الخيوية كانت نجم اليوم الأول، حيث أن الادعاء كشف أن هذه الهواتف تم شراؤها لإدارتها كمجموعة واحدة، وأن شخصا واحدا كان يسدد فواتيرها. إذن اليوم الأول أحدث صدمة، ويبقى ما ستحمله الأيام الآتية من مفاجآت. ردة الفعل الأولى جاءت على لسان الرئيس الحريري الذي اعتبر أن حماية المتهمين جريمة مضافة إلى الجريمة الأساسية الكبرى. بين انفجار الهرمل وزلزال لاهاي، أين تشكيل الحكومة؟ اليوم لم يعثر أحد على خبر في شأنها. البداية من اليوم الأول للمحكمة.